ده ايه؟ نعرف للناس القشره عشان يبقى عندها فكره هي ايه القشره التجميليه. القشره التجميليه دي هي عدسه خزفيه خالص بتتصنع من ماتيريالز كتير تجميليه، اي ماكس اشهرهم، تمام، بتتلزق على السطح الخارجي للاسنان فقط. الهدف منها لو مثلا في كسور صغيره في الاسنان، يعني مثلا مش نص سنه مكسوره، كسور صغننه في الاسنان زي كده، كسر في السنتين دول، بنبدا نحضر الاسنان او بنحضر السطح الخارجي، بنعمل له تخشين بسيط كده. دي الانواع المتطوره كمان من العدسات، تخشين بسيط للسطح الخارجي من بره، وبعد كده بنبدا نعمل الديزاين دي اس دي، ديجيتال سمايل ديزاين، عشان نشوف العدسه دي. طبعا دي كلها مراحل التحضير، حضرتك الاول بتخشن وبعد كده بتنعم السطح ده بطريقه معينه عشان مرحله لزق العدسات لما تيجي تلزقها عليها، تمام؟ بتعمل لها دي اس دي اللي هو الديجيتال سمايل ديزاين على الكمبيوتر، بتصمم شكل العدسه دي هيطلع عامل ازاي والضحكه دي كلها هتطلع عامله ازاي. طبعا زي ما احنا شايفين في الفيديو ده، هو الكسور اللي في الاسنان هي كسر صغير، لكن لو كسر اكبر من كده، نص سنه مكسوره، احنا خرجنا بره الفينيرز. ودي المعضله اللي احنا بنواجهها مع المرضى في التعامل معاهم، ان احنا نشرح لهم ازاي نقدر نوظف العدسه بشكل صح. بنبدا نحط الماتيريال بتاعتنا بتاعت اللزق ونعمل لها كيورنج، يعني ننشفها بالليزر ده ونلزقها على سطح الاسنان، والكلام ده كله بياخد وقت بسيط جدا 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 جدا، وما فيهوش طبعا اي مجهود. زي ما قلنا احنا بنحافظ على السنان بتاعتنا من غير ما نبرد فيها كتير.